مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. انخفاض مؤقت على درجات الحرارة يومي الأحد والاثنين، والانخفاض طفيف لكن تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها، ولكن يوم الثلاثاء يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. تمويلكم مختبرات ميد لابز، 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، نستعرض وإياكم سويا الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع. نبدأ من يوم الأحد. يوم الأحد بتكون الأجواء انخفاض قليل على درجات الحرارة لكن تبقى أعلى من المعدل، والعظمى المتوقعة في الشمال 36 والصغرى 23، المرتفعات الوسطى ما بين 33 إلى 35 العظمى والصغرى 22، المرتفعات الجنوبية 33 إلى 22، والأغوار والبحر الميت 41 إلى 30 درجة مئوية، أجواء حارة. وكذلك الأجواء حارة في العقبة والبادية الجنوبية الشرقية، والعظمى 40-29، والبادية الجنوبية الشرقية 41-27، والبادية الشرقية أجواء حارة 43-28 درجة مئوية. الاثنين استمرار أيضا الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية، وحارة في الأغوار والعقبة ومناطق البادية. المناطق الشمالية 36-23، المرتفعات الوسطى ما بين 33 إلى 35 العظمى والصغرى بحدود 22، المرتفعات الجنوبية 32-23، والبادية الجنوبية الشرقية 40 إلى 27 درجة مئوية، أجواء حارة. كذلك العقبة أجواء حارة 40 إلى 29، والأغوار والبحر الميت أيضا أجواء حارة 41 إلى 30 درجة مئوية، والبادية الشرقية أيضا أجواء حارة 44 إلى 27 درجة مئوية. الثلاثاء ارتفاع قليل على درجات الحرارة، أجواء حارة بشكل عام، درجات الحرارة أعلى من المعدل ما بين 3 إلى 5 درجات مئوية. المرتفعات الشمالية أو المناطق الشمالية العظمى 36 والصغرى 24، المرتفعات الوسطى ما بين 34 إلى 36 العظمى والصغرى 23، المرتفعات الجنوبية 32 العظمى والصغرى 25، العقبة أجواء حارة 41 إلى 31، والأغوار والبحر الميت 41 إلى 31 درجة مئوية، أجواء حارة. كذلك الأجواء حارة في المناطق الجنوبية الشرقية 41-28، وكذلك حارة إلى شديدة الحرارة في البادية الشرقية 44 إلى 28 درجة مئوية. الأربعاء أيضا استمرار الأجواء الحارة، تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها ما بين 3 إلى 5 درجات مئوية، وأحيانا 4 إلى 6 درجات في بعض المناطق. المناطق الشمالية العظمى المتوقعة 37 والصغرى 22، المناطق الوسطى العظمى المتوقعة ما بين 34 إلى 22، والمرتفعات الجنوبية ما بين 34 إلى 24، الأغوار والبحر الميت 41 إلى 31، أجواء حارة. كذلك الأجواء حارة في العقبة 41 إلى 31 درجة مئوية، والبادية الجنوبية الشرقية 41 إلى 28، والأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في البادية الشرقية العظمى 43 والصغرى 27 درجة مئوية. بحب أشير هنا إلى أن معدل درجة الحرارة العظمى في مدينة عمان على سبيل المثال هو 32 درجة مئوية في مثل هذا الوقت من السنة. أما الخميس أيضا استمرار الأجواء الحارة تقريبا مع انخفاض قليل على درجات الحرارة، تخف وطأة الحر قليلا. الأغواء المناطق الشمالية 37-23، المرتفعات الوسطى ما بين 33 إلى 35 العظمى والصغرى 21، المرتفعات الجنوبية بحدود 33 إلى
الأغوار 41 إلى 30، وكذلك خليج العقبة 41 إلى 30. أجواء حارة، كذلك الأجواء حارة في البادية الجنوبية الشرقية 40 إلى 27، وحارة أيضا في البادية الشرقية 42 إلى 24 درجة مئوية. يوم الجمعة القادم إن شاء الله انخفاض آخر على درجات الحرارة، لكن تبقى أعلى من المعدل بقليل، أجواء حارة نسبيا تصبح، إذا تخف شدة الحر وطأة الحر نهاية هذا الأسبوع، وإن شاء الله بتكون واضح الانخفاض اعتبارا يوم الجمعة والسبت والأحد القادم. الجمعة بتكون في المناطق الشمالية العظمى 36 والصغرى 23، المرتفعات الوسطى ما بين 33 إلى 34-35 تقريبا العظمى، والصغرى بحدود 21، المرتفعات الجنوبية 33 إلى 22، الأغوار البحر الميت 41 إلى 30، أجواء حارة، كذلك الأجواء حارة في العقبة 42 إلى 30، وحارة في البادية الجنوبية الشرقية 40 إلى 27، وحارة في البادية الشرقية 40 إلى 25 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، نترككم في أمان الله، ونتمنى للجميع السلامة إن شاء الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. تمويلكم مختبرات ميد لابز، 57 فرعا في المملكة لخدمتكم. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.